اللي بيشرب ميه هناك دوت هو استاذ تامر حامد اللي هيشرف النهارده على التسجيل بتاعنا في الاستوديو. هو واقف هناك، هو لسه هيعدي الطريق. طب يلا يا جماعه. مستر تامر، يا مستر تامر جاي. شفت انت جيت على الفيديو مستر تامر حبيبك، انت بتصور من تحت خالص وانت بتعدي الطريق وبتحط ال بتاع انت بتراقبه؟ لا انا بس هسهرك عشان النهارده في قعده مع بعض ان شاء الله. مبسوطه جدا 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 مستر تامر. اوه ماي جاد، الراجل ده اللي عمل الفيديو في البودكاست. عمل لنا وهنعمل فيديو النهارده تاني برده ان شاء الله. اعرف شويه كمان. طب انا لو بصيت هنا احس ان الصوت مش نفس بتاعنا. بص يا معلم، في بعض الابيات انا حافظها. باك اليمين تمام. طبعا هنقرا ورقه واحده بس دي عشان ما تهزش معاك. عادة اتفضل. عادة بيشتغل بحيث ان يبقى روحي قدام المايك وعيني هي اللي رايحه للكلام. تمام. اوكي، خلي بالك بس من الحركه دي ما تبقاش جامده عشان ما تجيش في المايك. لا عشان ما تجيش في نص كلامك ف تأثر عليك. من داخل الاستوديو معانا مستر تامر حامد مدرب التعليق الصوتي والدوبلاج. كنا عايزين نسالك، اهلا بحضرتك الاول. اهلا بيك حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا جدا ليك. يعني انت شرفتونا النهارده بجد في يوم من تسجيل الدعوه المجانيه المفتوحه، بجد نورتونا ومواهب بسم الله ما شاء الله كلكم حاجه جميله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. كنا هنتكلم في حاجه، بنقول بدايه ايه هو التعليق الصوتي؟ طيب بمنتهى البساطه جدا، التعليق الصوتي او الفويس اوفر هو اني اقرا نشره، اقرا تقارير، هلعب اعلانات، طبعا الاعلانات بمشتقاتها اوكي زي الاي في ار اللي هو خدمه الانداء الالي، البروموهات وهكذا. بمنتهى البساطه برضو يعني ايه تعليق صوتي؟ الفكره ببساطه ان خبر مثلا زي النشره محتاج ان انا اوصل الخبر ده للمستمع او للمشاهد اذا كانت نشره تلفزيونيه، فبالتالي انا بعلق على الخبر، مش تعليق ان انا بشرحه، ولكن قراءتي قراءه النص الاخباري في حد ذاته يعتبر او يعد كتعليق. مثلا الاعلان فقط مجرد كلمات موجوده على سكريبت او على ورق، من خلال الورق ده او الكلام المكتوب ده بتنغيم معين انا ببدا اوصل الرساله دي للمستهلك. تمام. تقارير نفس الحكايه، بتكلم مثلا عن تقرير وثائقي عن محمد صلاح اللي مشرفنا كلنا، فبالتالي انا بشرح الحدوته بتاعه محمد صلاح او الخاصه بمحمد صلاح في شكل حدوته ولكن ليها القائها الخاص بيها، فبالتالي انا علقت على الحدث اللي هو محمد صلاح او نجاحات محمد صلاح او اخر نجاحات محمد صلاح، فبالتالي انا علقت عليه، علقت على الحدث بتاعه او على الاحداث بتاعته او على الجوائز بتاعته. دي بمنتهى البساطه فكره التعليق الصوتي بمنتهى البساطه. سؤال تاني، بالنسبه للدوبلاج، ايه هو الدوبلاج؟ وبعد كده هنشوف بقى في سؤال تالت ان شاء الله ناخد. ايه هو الدوبلاج؟ الدوبلاج هو كتير من الناس فاكرين ان الدوبلاج هو جزء من الفويس اوفر او من التعليق الصوتي، وده خطا. لا، هو الدوبلاج فن اداء صوتي مستقل. تعليق صوتي او الدوبلاج اللي هو اصلا تمثيل صوتي من فنون الاداء الصوتي. جميل. ده فن الاداء الصوتي التعليق الصوتي، وده فن الاداء الصوتي التمثيل الصوتي اللي بيندرج منه الدوبلاج. الدوبلاج كما هو متعارف عليه ان انا احط صوتي على نسخه مرئيه جايالي من مستورده. زي اليومين دول مثلا بنشوف دايما الاعمال الدراميه التركيه والهندي، فبالتالي بنسمع اصوات اخواننا السوريين او الشام اللي هم المجتهدين في الموضوع ده قوي. ده كده دوبلاج. كمان في اعلانات ممكن تكون مدبلجه، اعلان اجنبي فبالتالي بنقدر نستورده الاعلان ده، فبنحط صوت او بنضيف صوت فويس اوفر عربي او مصري. فالدوبلاج انا بدبلج اعمال دراميه تلفزيونيه، مسلسل او فيلم او حتى اعلان. تمام جدا. او حتى اعمال وثائقيه. طيب. زي الناشونال جيوغرافيك. تمام. لو حد عايز يبدا مثلا، سواء في انا اتكلم قوي على التعليق الصوتي، لو حد عايز يبدا في مجال التعليق الصوتي، هل في شرط اللي انا مثلا اقول ده صوته ينفع وده صوته ما ينفعش؟ تمام. انا دايما عندي جمله في كل لقاء بقابل بيه الناس او بقابل فيه الناس. يا ساده بجد كلنا صوتنا حلو، كل حد فينا ربنا خلقنا بالفطره بتاعتنا عندنا الكاريزما الخاصه في صوتنا. هنلاقي بعض الديفوهات اللي محتاجه تتصلح وتتظبط، دي عندنا كلنا.
تمام. عند الناس كلها تمام. بنبدا نشتغل على صوتنا وعلى ادائنا بيتطور معانا فبتبقى الدنيا زي الفل ولطيفه، فكلنا صوتنا حلو وصوتنا مميز. يعني اي حد ممكن يخش، اي حد ممكن يخش بس يفهم تكنيك الاداء اللي هيلعبه يتعلم يعني يشتغل على نفسه فيه ويتدرب وتدريب وتدريج تمام. هل التعليق الصوتي مختلف عن الدوبلاج في الحته دي؟ بمعنى يعني مختلف عن في حاجه تانية ممكن نجيبها عشان نبقى اعمل دوبلاج؟ يعني هو تدريب حضرتك قلت اللي ما فيش حد يعني ممكن صوت انا في الدوبلاج يليق على كل حاجه، ولا يبقى حاجات معينه؟ طيب ريتم معين، طبقه صوت معينه او ما تمام. شابه يعني في طبعا مدبلجين عظماء بيقدروا يستغلوا طبقات صوتهم في 5 و6 و7 كاركترات في عمل واحد. دي امكانيه بتبقى متوفره عندهم طبعا بالتدريب والممارسه. تمام. اي حد يقدر يطور من نفسه، ولو عندي طبقه او طبقتين اخليهم اكتر من كده بحيث العب كاركترات مختلفه. تمام. خصوصا الطبقات المستعاره، لو هلعب اداء مثلا غراب. تمام. ازاي اغير في صوتي ما يبقاش نمط صوتي او نبره صوتي الاساسيه فيبدا الصوت يتغير شويه فيبدا غراب او فرخه دجاجه يعني وهكذا. فاي حد يقدر يتعلم تكنيك الفويس اوفر، واي حد يقدر يتعلم تكنيك الدوبلاج او التمثيل الصوتي ويبدا يلعب فيه. كون ان انا هكون مميز في حاجة عن التانية ده وارد. جميل. تمام. يعني ممكن اكون متفوق في جزئية معينة بنسبة 100%، جزئية اخرى تقل شوية، وجزئية اخرى تقل شويتين وهكذا. لكن انا يعني بأحبس دايما ان انا اكون ملم بكافة الاداءات الصوتية. يعني مثلا على سبيل المثال في الفويس اوفر او التعليق الصوتي الفويس اوفر عندي نشرات وعندي تقارير وثائقية. مثلا في تقارير ممكن العبها بشكل مرح شوية خفيف لايت، وتقارير تكون جاده شويه زي التقارير العسكريه مثلا. اوكي. الاعلانات زي ما اتفقنا. كل دي اداءات صوتيه. هل انا لازم اكون متميز في كل ده؟ لا مش شرط. انا ممكن اكون متميز مثلا في قراءه النشره، لكن التقارير يعني بنسبه اقل. ممكن اكون متفوق جدا في اني اروج الاعلان كويس اوفر للاعلانات. مش شرط اكون متميز ومتفوق في النشر والتقارير. اوكي. فالنصيحه ان انا اكون ملم بالفن ككل بشكل شامل، وابدا اشتغل في الجزئيه اللي انا حاسس ان انا ابدع فيها. جميل جدا. طيب الخطوات في الاول، يعني التقليد حلو ولا وحش؟ ده مضر جدا بالصحه. مضر جدا زي السجاير اللي انا قلت حد. طيب كفويس اوفر او كمدبلج ما ينفعش اقلد، لان الدوبلاج مش تقليد، الفويس اوفر مش تقليد. بمعنى النهارده مثلا لو ديزني طلبت مني يلا احنا هنعيد دبلجه عمل زي لايون كينج، وبدات توزع المخرج بدا يوزع الشخصيات على الممثلين، هل انا لو خدت شخصيه سكار يبقى لازم في ذهني اداء وصوت العظيم العملاق عبد الرحمن ابو زهره؟ صح. بالطبع لا. لازم اطلع مهاراتي انا. ابقى انا فاهم الكاركتر سكار ده بيتكلم عن ايه، مارد عباره عن ايه، روز عباره عن ايه، ميريدا بتتكلم ازاي وتقول ايه واخبارها ايه. وابدا اطلع مهاراتي وملكاتي انا. لكن اني اقلد لا. في الفويس اوفر احنا دايما مثلا يعني بنشوف اتنين عندنا ايقونات اقوية جدا في الفويس اوفر، استاذنا طارق نور، استاذنا عصام سيف، والاتنين انا بسميهم قطبين الفويس اوفر في الوطن العربي ان لم يكنوا في العالم كله بصراحة. ما ينفعش وانا داخل العب اعلان يبقى في ذهني وصوت والصوت في ودني صوت عصام سيف او صوت طارق نور، لا، صوتي انا، مهارتي انا، فهمي ادراكي وعيي بالسكريبت المكتوب قدامي. فالتقليد مضر جدا بالصحه اكتر من السجاير. ايه 3-4 نصايح سريعه جدا لاي فويس اوفر او حد عايز يدخل مجال الفويس اوفر؟ اي حد عايز يدخل مجال الفويس اوفر، بصوا يا جماعه، ناس كتير بتشوف ان الموضوع صعب واسود ومغلق ومعتم و و و مفيش كده. بالمعافره وبالصبر اصبر على نفسي، اشتغل على نفسي، اسال كتير واسمع كتير، ودايما اقول اللي يسمع كتير هيقول صح. اسألوا كتير، اتدربوا، اللي مش قادر يروح ورش تدريبية او دورات يعني اونلاين بالظبط كده. لا اصلا مستر تامر كان عامل كذا ورشة تبقى كلها فور فري، والتسجيل هنا فور فري، وهو اللي دعانا اصلا اللي احنا نيجي فور فري، فيعني جزاه الله خيرا. فهو بيعمل ورش كتيرة، وفي ناس كتيرة بتعمل ورش مجاني، واليوتيوب مليان يعني حاجات كتيرة جدا. يعني تقدروا تشتغلوا نفسكم، نزلوا حاجات من على اليوتيوب واسمعوا وشوفوا الاداءات المختلفة وسجلوا ودونوا، بس اهم حاجة الصبر الصبر الصبر.
وعافره جدا واساله جدا. وشركات الدعايه والاعلان منتشره جدا في مصر كلها، نبعت التسجيلات الصوتيه بتاعتنا او الاعلانات الصوتيه بتاعتنا للناس، بنفتكر ان هما مش بيشوفوا مش بيسمعوا مش بيردوا. لا، هو ممكن يكون في الفتره دي عنده اكتفاء باصوات معينه تمام، بس اوريدي بيخلي الحاجات دي عندهم في الارشيف، محتاج صوت جديد، محتاج اداء جديد، محتاج حاجه تعمل معايا حاجه، في نقص في اي حاجه، فبيطلع الارشيف. يعني النهارده اليوم الفري بتاعنا مجموعه الاصوات الحمد لله اللي شرفونا النهارده وعدد كبير بسم الله ما شاء الله، استوديو ان او اي للدعايه والاعلان، هو قرر ان ياخد الاصوات دي تبقى عنده ارشيف هيستغلها بعد كده يعني كمراحل مختلفة في شغل الدعاية والإعلان بتاعه إن شاء الله. فدي حاجة كانت لطيفة جدا من استوديو ان او اي. اه تمام، والله حابين نشكرهم يعني جدا. طبعا كل الشكر ليهم. طبعا كل الشكر. اللينك بتاع البيج بتاع مستر تامر إن شاء الله هسيبه في الكومنتس، لو الفيديو على الفيسبوك بتشوفه أو لو بتشوفه على اليوتيوب هيبقى في إن شاء الله في الديسكريبشن. ولو تقدر تتواصل مع مستر تامر لو عايز أي حاجة بخصوص الدوبلاج أو التعليق الصوتي، هو بيعمل في دورات مجانية وفي حاجات بتبقى مدفوعة الاتنين، يعني أنت تتواصل معاه وتشوف يعني إزاي مستر تامر يساعدك، وهو شخصية محترمة جدا. شكرا ليك ويعني ربنا يبارك فيك. شكرا جدا ليك. شكرا ليك. شكرا جدا ليك. شكرا ربنا يبارك فيك.